عينك على الإدارة. نبدأ بليلى حديد القيادية بحركة الشعب. مرحبا يا ليلى، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك زينة، مرحبا. شكرا لكل مستمعي شمسة فهم. شكرا. يعيشك. رأيكم في الجلسة العامة وأنتم نواب مجمدين، أنت واحدة من النواب اللي مجمدة من 25 جويلية في البرلمان، كيفاش لقيت الدعوة هذه والجلسة اللي تعملت البارحة عن بعد والمبرمجة نهار الأربعاء؟ طبعا نحن موقف حركة الشعب موقف واضح وصريح، لا رجوع للوراء ما قبل 25 جويلية. بالنسبة لنا مرحلة البرلمان انتهت، وعلينا اليوم المضي قدما نحو مشاغل الشعب. البرلمان لم يغلقه قيس سعيد، بل أغلقه ونادى بغلقه هو الشعب التونسي من الكوارث التي كانت موجودة فيه. أخبر أن الغنوشي اليوم يحاول العبث بالأمن القومي العام من خلال هذه الممارسات، بكل مرة شهرين أو شهر ونصف أو ثلاثة أشهر يقوم بهال التواصل على العالم الافتراضي. أعتبر أن الجلسة العامة ليس لها أي أثر على مستوى الواقع ومستوى القانون، هي فقط على مستوى العالم الافتراضي، وستظل سجينة العالم الافتراضي ولن يكون لها أثر لا على مستوى الرأي العام التونسي الذي اعتبر أن مسألة البرلمان حسمت، وحتى أن كان براشد الغنوشي أذرع لتدخل خارجي سوى الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا في هذا الشأن، فهذا الشأن نعتبره داخلي ولن يغير من الواقع. اليوم نحن ماضينا إلى انتخابات جديدة في 17 ديسمبر 2022، انتخابات حركة الشعب. سيدة ليلى، مطرش بد وأمر عاجل وأنه تقديم موعد الانتخابات اليوم. تعرفي أن الانتخابات فما أجر قانونية فما استعدادات، وبالتالي لا أعتقد أن في عشية وضعات سيتم تقديم الانتخابات. التاريخ المحدد هو 17 ديسمبر، أعتقد أنه معقول جدا للقيام باللوجيستيك وبكل ما، لأن الانتخابات تتطلب زي مبالغ مالية هامة وهامة جدا، مستعدادات بوليستيكية هامة، وكذلك حملات انتخابية بالنسبة للأحزاب السياسية. وقبل ذلك يجب تنقيح القانون الانتخابي الذي نعتبره شرط صحة في تغيير المشهد الذي كان في العشر سنوات. ما يمكنش القيام بهذا الكل باختصار الأجل، عوضا عن نقعد نستنى 25 جويلية و 17 ديسمبر والتواريخ اللي في علاقة بأحداث وطنية. اليوم الوضع في البلاد ما يحتملش أكثر من نستنى عام آخر أو 6 شهور أخرين. مش مربوط، مش أنا ليس مربوط 17 و 18 ديسمبر. نعم. المربوط أن الأجل القانونية وقبل الشروع في الانتخابات يجب تنقيح القانون الانتخابي حتى لا نعيد نفس المشهد ونفس الوجوه التي كانت سابقا في البرلمان. علينا تحسين شروط الناخب والمترشح عفوا، حتى لا نجد هناك تضارب مصالح للعديد من يعني من يكونوا اعضاء في مجلس النواب. علينا كذلك شروط كذلك في الشفافيه والنزاهه في العمليه الانتخابيه، والعقوبات يجب كذلك اعاده صياغتها بالنسبه للمال الاجنبي وبالنسبه لل يعني للجرائم الانتخابيه اللي كانت موجوده. ورغم ذلك مجلس النواب واصل عملها، رغم ان الحزب الاول حركه النهضه وقلب تونس كانوا بين الاحزاب حسب تقرير المحاسبات التي كانت لها عقوبات فيما يتعلق بالجرائم الانتخابيه، ولكن لم يكن لها اثر اثناء الانتخابات بعد الانتخابات وفي مجلس النواب. اعتقد ان يجب التنقيح، وما يقوم به راشد الغنوشي من اعاده استدعاء وكل هذا اللغط للعوده للمشهد ويتفضل المشهد الاعلامي، اقول له هذا يمس كفاك عبثا بالبلاد. فعمرك الان يعني تجاوز استحقاقات الشباب وتجاوز استحقاقات الدولة، وما قمت به في 10 سنوات يكفي، ولا يمكن بحال الأحوال اليوم أن يعود إلى المشهد مجددا. علينا اليوم التجاوز هذا المشهد في إصلاح كل العراقيل اللي موجودة في البلاد، ولا يمكن من جديد معناها نتحدث على البرلمان في العالم الافتراضي. ولن يتجاوز العالم الافتراضي مهما كثر الحديث عنه من هنا ومن هنا. شكرا لك ليلى حديد. نمشي لي